مولانا سبحانه وتعالى خلق البشر للعبادة ديالو والطاعة ديالو، ولهذا جعل هناك أهل الجنة واللي كيخالفوا يعصيوه فجعل لهم مكانا في النار. ولكن واش عرف بلأنه هناك واحد الفئة اللي ما كتدخل لا النار ولا الجنة؟ إذن فين كتمشي وعلاش؟ سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، أموركم هانية. إذا بنت لكم لي ما شفتي شكل، فأول خطرة بغيت نجرب أنني نصور بالآيفون نشوف واش حسن ولا لا. حتى تخليوا لي في التعليق واش نخلي الكاميرا ولا الآيفون. لنبدأ في حلقتنا اليوم، لنبدأ. فمن بعد ما كيدوزوا الناس من الصراط المستقيم، كاينين اللي كيقدروا أنهم يدوزوا، وكاين اللي كيطيحوا، وكاين اللي تيميلوا، وكاين اللي كيمشي بشويه. المهم اللي داز راه من اهل الجنه وهنيئا له، واللي طاح راه من اهل جهنم، لقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم. فكاين واحد الحجاب او الحاجز ما بين الجنه وما بين النار، وهو اللي كيتسمى بالاعراف. فهاد الناس اللي ما كيدخلوا لهنا ولا هنا تيكونوا في الاعراف، تيقدروا يشوفوا اهل الجنه واهل النار بالعلامات اللي على الوجوه ديالهم، كبياض وجوه اهل الجنه وسواد وجوه اهل النار، وكيتمناو لو كان يدخلوا للجنه ولكن ما كيقدروش، ونادوا السلام عليكم. واذا دوروا ابصارهم الى اصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، كما جاء في سوره الاعراف: وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. هاد الناس دازوا من الصراط المستقيم، ولكن يعني ما هم بكفار ولا بمنافقين، باغيين يدخلوا الجنه ولكن ما قادرينش، وعايشين في رعب وخوف حيتاش ما عارفينش المصير ديالهم اشنو غادي يكون. واخ هاد الناس في نظركم شنو داروا حتى وصلوا لهاد المرتبه، وشنو هو المصير ديالهم؟ هاد الناس يا ساده يا كرام قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم. تخيلوا هاد القوم في الدنيا كون داروا غير صدقه او لا صلوا شي نافله او لا جبروا بخاطر شي شخص او لا ابسط الاشياء صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام او لا استغفروا مولانا، ولو غير مره كان يمكن يطلع بهم ميزان الحسنات ديالهم ويدخلوا للجنه. هاد القوم يقدروا يجلسوا كيتسناو في هاد الحجاب او للحاجز نهار زوج شهر او حتى سنه او اكثر، ولكن واش كتعرفوا بلي انه الايام عند مولانا كالف سنه مما تعدون؟ في القران والسنه ما مكتوبش شنو المصير نتاع هاد الناس، ولكن في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه بلي المصير نتاع هاد الناس في الاخير مولانا غادي يرحمهم ويدخلهم الجنه. ولكن تخيل كنتي من هاد القوم اللي الهلا يجعلنا منهم، وبقيتي غير سنه وانت كتسنى، واش عرفتي بلي انه عند مولانا سنه تساوي 365 الف عام؟ راه مده ماشي سهله وكثيره بزاف، والله اعلم. اجي واجي واجي، واش عرفتوا القصه نتاع اخر رجل اللي كيخرج من النار الى الجنه؟ وحلوا معايا ودنيكم واسمعوا باش تستافدوا. هو تحديد لواحد الشخص معين لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، عارف شكون هو؟ سبحان الله، اخر واحد اللي غادي يخرج من النار. تيقول لك: ينظر يمينه فلم يرى احدا، وايسره ولم يرى احدا، شاف راسه هو الوحيد اللي بقى، قال: يا ربي اخرجني من النار، لا تجعلني اشقى خلقك. يقول لي مولانا: اذا خرجتي ما غادي تطلب مني حتى شي حاجه واحده اخرى؟ قال: لا يا رب. فقال: اخرجوه. فقال: خرج حبوا من النار، ولما وصل تقريبا على حافه شاف فيها وقال: والله لقد اعطاني الله ما لم يعطي احدا من العالمين. سبحان الله العظيم. فاش وصل ديك الحافه ديال النار غادي يشوف اليمين ديالو كتبان ليه النار، وغادي يشوف اليسار ديالو كتبان ليه النار، وهو يقول: يا رب اصرف نظري عنها او اصرفها عني. ما قدرش يشوفها، ما بغاش يشوفها لحقاش عقداته كتذكره بالعذاب ديالو. قال مولانا سبحانه وتعالى: عبدي ما أقدرك عن الوعد، ألم تعاهدني أن لا تطلب مني شيئا؟ غادي يقول ذاك العبد: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فغادي يقول سبحانه: أصرفوا وجهه عن النار، فصرفوا وجهه عن النار. فإذا به كيشوف عن بعد واحد الشجرة وارثة الظل، ومتحت منها ظل ونهر جاري وريح لغادية وجاية. هو من جديد غادي يلقى واحد الحاجة اللي ما قادرش أنه يصبر عليها. صحيح أنه عهد الله باش ما يطلبش، ولكن بان ليه واحد المشهد وهو خارج من النار محترق فطمع فيه، فقال: يا رب انقذني أستمتع بظلها وأتنسم هواها وأشرب من مائها. قال مولانا سبحانه وتعالى: عبدي
ما أقدرك عن الوعد، ألم تعاهدني باش أنك ما تطلبش مني شيئا آخر؟ قال ربي لا تجعلني أشقى خلقك. قال أنقلوه فنقلوه. المهم بقى كيتنقل من شجرة لشجرة لشجرة أجمل، فاش غادي يوصل للمرحلة الثالثة من الانتقال ديالو لقى راسو قريب من الجنة، ومولانا سبحانه وتعالى كيقربو بالفضل ديالو وبالكرم ديالو. فلما جاء عند ديك الشجرة الثالثة لقى راسو قريب من الجنة، وهو يقول يا رب اجعلني على بابها. فهاد اللحظة هو ما طمعش في الدخول، بغى غير يكون غير بواب على الباب ديالها، الباب ديال الجنة. قال مولانا سبحانه وتعالى يا عبدي ما أقدرك على الوعد، ألم تعاهدني باش أنك ما تطلبش مني شيئا آخر؟ قال ربي لا تجعلني أشقى خلقك. قال أنقلوه فنقلوه. لما غادي يوصل للباب ديالها شاف بعينيه وتفاجئ بدكشي اللي شاف، عجبه طبيعي، كان في النار وبدا كينتقل كينتقل، دخل راسه وشاف وقال ربي أدخلني إياها، يا عبدي ما أقدرك على الوعد، ربي لا تجعلني أشقى خلقك. ويقول لي مولانا سبحانه وتعالى سوف أعطيك فيها ملكا كحجم الدنيا أو كملك الدنيا. شفتوا الدنيا قداش؟ ربي غادي يعطيه قدها في الجنة، وهذا راه آخر واحد ليخرج من النار. فنظر فقال يا ربي لقد ملكها أصحابها، أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ زعما يا ربي هذو سبقوا لها الأصحاب ديالها، سبقوني بمئات وألاف سنين ودخلوا فيها واستقروا. هذا العبد عند باله بلي أنه غير قطعة أرض اللي هي كتفرق. غادي يقول لي مولانا وسوف أعطيك 100 ضعف من ذلك، زعما من حجم الدنيا. الله أكبر. فمن شدة اضطراب هذا العبد قال أنت عبدي وأنا ربك. هذا العبد اللي قاله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال أخطأ من شدة الفرح فضحك الحبيب. وراوي الحديث ابن مسعود حتى هو بدأ يضحك، فقال يا ابن مسعود أتضحك وأنت تروي حديثا عن رسول الله؟ قال لضحك رسول الله، قل لنا ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ضحك الرب من عبده. الله الله. ثم دخل الجنة. سبحان الله، ذاك العبد وقع عليه ارتباك في الكلمات، يعني الكلمات ما قدرش يوصف بهم السعادة ديالو، وهذا هو آخر من يخرج من النار. فشنو الاستفادة من هادشي كله؟ أن العبد ما ييأسش من الرحمة ديال الله ولا يمل من الدعاء لله، حيتاش مولانا قادر على كل شيء. فاطلب من مولانا ما تشاء ووقت ما تشاء، فما كاينش اللي غادي يعطيك من غيره. ولهذا العبد ما خصوش ييأس من الدعاء أبدا، وإذا شفتي أن دعائك لم يستجب فلتفرح. علاش؟ حيتاش مولانا يريدك أن تقف على بابه. أخر حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته، ربما إذا أعطاه لم يعد قريبا، وهذا من رحمة مولانا. والمنع من الله فهو عين العطاء. شفت الجود والكرم ديال مولانا كيف داير؟ وهذه هي كانت حلقتنا اليوم اللي كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم، خفيفة ظريفة ولكن رائعة. فخليوا لي التعليق ديالكم في التحت كيف جاتكم القصة، وأيضا قولوا لي واش نبقى نصور لكم بالآيفون كيف كتشوفوا الصورة ديال دابا، ولا نخلي لكم الكاميرا كيف من قبل. وما تنسوش الضي إن شاء الله غادي نحط لكم حلقة زوينة رائعة نتاع هذه القصة حقيقية اللي ستنال إعجابكم. نتلاقاو غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. سلام سلام.